ببداية الأزمة المالية ب 2019 طلع تقرير من ماري لينش بيحكي فيه عن تبعات الأزمة الاقتصادية وبيعمل projections لكيف طريقة الحلول. كل الحلول بتحكي إنه المودعين الصغار بيتحملوا حوالي 17.9% مينيموم لحد 30% ماكسيموم حسب الحلول. اليوم اللبنانية المودعين نحن إذا بدنا نروح نصرف شيك بالبنك نحن عم نخسر حوالي 80% من قيمة الودايع بالبنوكي عبر الخطة المالية لرياض سلامة. رابطة المودعين بتقول اللي عم بيصير مش مقبول، مش مقبول بأفضل السيناريوهات العالمية، مش مقبول. بالتالي لازم ننتظم جميعاً وهذا اللي عم نعمله كرمال نحرر ودائعنا ونفرض حل عادل للأزمة المالية بلبنان. بعد تدخل الرابطة وافق المصرف لتحويل جزء من أموال المنحة لتغطية بدل إيجار السكن وكلفة المعيشة. الرابطة بلشت فعلياً عملها من 17 تشرين لأنه اعتبرنا وقتها كمجموعة من النشطاء أنه حالياً الأزمة المالية هي نقطة الاشتباك الأساسية بين اللبنانيين والسلطة، وأنه أي حل بالمرحلة المقبلة لازم يكون عبر نقطة الاشتباك الأساسية هي أموال المودعين بالبنوك. هلأ الرابطة لا تمثل كل المودعين وهذا كتير مهم نعرفه. نحن بنمثل 99% من المودعين لأنه إذا بتشوفوا الأرقام بتعرفوا أنه 0.8% من المودعين يعني أقل من 1% من المودعين 24,000 حساب بالبنك بيملكوا أكثر من 50% من قيمة الودائع بالبنوك. يعني في 99% من اللبنانية كلهم بيملكوا لحد مليون دولار، هون الناس بيملكوا أقل من نص قيمة الودائع، هون بنمثلهم. أما 0.8% مين بيمثلون؟ بتمثلون الطبقة السياسية، القضاء المرتهن وعصابة المصارف أو ما يسمى بجمعية المصارف. نحن هلأ حالياً 99% من اللبنانيين مجبورين عبر سياسة رياض سلامة لـ Double Exchange Rate و Triple Exchange Rate بالسوق السوداء إنه ندفع لهيدا 0.8% مصاري. فعلياً إذن الحل اللي عم بيتم تسويقه بالبلد هو حل بيخدم 1% وإنتوا بتعرفوا مين 1%؟ 1% هن 4 زعماء سياسيين مع كل حشيتهم المسكين البلد. فكرابطة مودعين نحن بدنا نواجه معكم هيدا 1% وكل الطبقة السياسية والمالية والمصرفية يلي مسكتهم. 99% من المودعين لازم يعرفوا إنه في إمكانية كبيرة إنه نضغط على المصارف ونضغط على الطبقة السياسية. أولاً ممكن نعمل حملات مقاطعة عم نشتغل عليها. عم نحكي مقاطعة عالمية مش بس بلبنان، يعني السياسيين وكل الأحزاب السياسية زائد المصارف ما لازم يقدروا يسافروا برات البلد. القانون بيدعمنا، قانون النقد والتسليب والتسليف واضح، هيدي الودائع هي ودائع فعلى المصارف إعادتها بقيمة هذه الودائع، وإذا القضاء ما عم يشتغل شغله لازم نضغط على القضاء، وهذا ممكن، في عنا مجموعة كبيرة من المحامين جاهزين ليتواصلوا معكم كرمال نقدم دعاوى. مش مقبول اليوم على اللبنانيين انه ما نقدم دعاوى ضد المصارف ونروح ناخذ الوديعه يلي صرنا عم نجمع فيها 10 سنين ونتاجر فيها بالسوق السوداء. لا، منا المصارف يرجعوا مصرياتنا مثل ما اعطيناهم اياهم، واذا ما قدروا لازم يعلنوا افلاسهم مثل ما كمان قانون النقد والتسليف بيحكي. خليهم يعلنوا افلاسهم وساعتها نحن بنتقاسم مجموعه المصارف الضخمه بلبنان يلي صار عم تاكل من الدين العام اللي ما عم تشتغل شغله لمده 20 سنه. فخلي بنك عوده او بنك بيروت او بنك بيبلوس يعلنوا افلاسهم ونحن ساعتها بنتقاسم املاكهم واملاك مدراء المصارف يلي عم يتبردخوا بمصرياتنا الحجزينا بلا اي وجه. اللجنة القانونية برابطة المودعين فيها أكثر من 30 محامي جاهزين للتواصل مع أي مودع بيحب يقدم دعوة ضد البنك. ما تخافوا من التهديد، هناك تهديدات إنه إذا رفعنا دعوة بيعطونا مصرياتنا بشيك بنكير وما فينا نرجع ناخذهم. مش مزبوط، هيدا ضد القانون، ما بيقدروا يعملوا هيدا الشيء، والمحامين برابطة المودعين مستعدين يدافعوا عنكم. ما تقبلوا تروحوا تتاجروا بودائعكم، تبيعوا شيك بكاش وتخسروا فيه 60% و70%، يعني هني عم يراهنوا على هيدا الشيء، لأنه بعد 3 سنين رح يجوا ليكم ويقولوا لكم إيه ما أنتوا أخذتوا الشيك ورحتوا اشتريتوا فيه سيارة بربع قيمته، شو شغلتي أنا؟ ما عملت شيء. حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان يعمل على إنقاذ المصارف أو محاولة إنقاذ القطاع المصرفي، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار
مصالح المودعين بأي شكل من الأشكال. هن عم بيراهنوا على الوقت وعم بيراهنوا على أنه رح ينفد صبرنا، هيدا ما تخافوا منه لأنه الرابطة مستعدة تحميكم عبر القضاء، وإذا القضاء منه مستعد وبده يكفي بشكل مرتهن للسياسيين في أساليب تانية فينا نستخدمها. بس تكونوا عارفين اللي بيطالب بحقه بالقانون بده ياخده، هالجماعة عم تسرقنا بالقانون، مفكرة حالها بقى تطلع تدعس عرقابينا بالقانون، اليوم نحن بالقانون دعسنا بقمة الزعرمة. الحقوق القانونية والدستورية اللي بيكفلها الدستور اللبناني بدها تتنفذ وستنفذ بقوة القانون وبقوة الشارع. في أساليب كتير فينا نستخدمها، ممكن حملات المقاطعة، في عنا ائتلاف سياسي اجتماعي كبير صار بين معظم النقابات العمالية ورابطة المودعين، وتم إطلاق ورقة حلول اقتصادية وسياسية. نحن فينا نضغط على النواب يلي منتخبينهم، هن ما زالوا بمجلس نواب، هن يملكون القوة التشريعية، خلينا نضغط عليهم. كل مجموعة مودعين بمنطقتهم بيضغطوا على النواب تبعهم، خليهم يطلعوا على التلفزيون يخبرونا ليه ما تم إعلان قانون كابيتال كنترول بالمجلس النيابي، لأنه معظم السياسيين عم بيهربوا أموالهم برات البلد. طار مشروع الكابيتال كنترول عن طاولة البرلمان بعد ما كان صحب أيضاً عن طاولة مجلس الوزراء، فمرة جديدة تفسد الرهينات والتدخلات السياسية محاولة إقرار القانون اللي خضع ل 11 مسودة وتأخر لأكثر من 8 أشهر. خلينا نحكي ليه ما في تحقيق جنائي بمصرف لبنان، لأنه التحقيق الجنائي بيعرف قدي في فساد بالبلد. خلينا نحكي ونطلع على الإعلام أكثر وأكثر لنشرح فعليا للبنانيين كيف عم بيتم نهبنا مرة واثنين وثلاثة. ما تفكروا إنه إذا سكتنا النتيجة رح تكون أفضل من إنه حكينا، إذا سكتنا رح تصير ودائعنا قيمتها 20% من القيمة الحقيقية من لهذه الودائع. بكل بلدان العالم غير مسبوق اللي صار، ما في دولة بالعالم صار فيها أزمة مالية لم يتم فيها إعادة هيكلة الدين. هيدا الحل عنده خمس قوائم. واحد، حتمية إعادة هيكلة الدين. ما في شيء اسمه بأي بلد بالعالم مثل خطة المصارف اللي عم تطرحها، اللي هي إنه خلي الدولة تدفع لنا لندفع للمودعين. لا حبيبي، أنتو كمصارف غلطتوا، استثمرتوا بدين عام عرفتوه غير مجدي، وعرفتوا لأكثر من 30 سنة إنه رح نوصل لهذه الحالة الإفلاسية اللي وصلنا لها اليوم. هناك حتمية لإعادة هيكلة الدين، وبالتالي لإفلاس مجموعة من المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون في 4-5 مصارف نعملها ريكابيتاليزيشن من صندوق النقد أو من أي صندوق تاني، نبني خطة جديدة اقتصادية للبنان. 2، عدالة في توزيع الكلفة. مش مقبول اليوم كيف الحلول الاقتصادية عم بتتم. اليوم يتحمل 99% من المودعين يلي بيملكوا نصف الودائع عم يتحملوا أكبر كلفة، كلفة لأزمة مالية لم يصنعوها، اللي صنعها هي تحالف المصارف والقوى السياسية دعمتهم. 3، شمولية. ما في حل للأزمة الاقتصادية مثل ما عم بيعملها رياض سلامي، تبزيق وتلزيق ومنشتغل من هون ومنعمل تعميم واحد وتعميم اثنين وتعميم ثلاثة وما حدا عارف شيء من شيء. هيدا اسمه تبزيق وتلزيق. الحل يكون حل شامل، لأنه في إكسل شيت أكيد بيملكها رياض سلامة بمصرف لبنان. هيدي الإكسل شيت بيعرف كل مصرف قديم دين، وبيعرف الدولة قديم دينة، بيعرف مين عم يبعت مصاري لبرا، وبيعرف مين عم يتحمل الكلفة. وبس يقعدوا مع بعض عصابة المصارف والطبقة السياسية ورياض سلامة ويشربوا ويسكي بمجلس الوزراء، أكيد في إكسل شيت، لأنه بيقول لهم ننطروا شوية، بعد بدنا سنتين منطلع الكلفة من تعب الناس. إذن أي حل بده يكون شامل وبده يكون شفاف. هيدا النقطة الرابعة، منا نعرف هيدي الإكسل شيت مين إن الأشخاص اللي عم بيتحملوا الكلفة. وأنتوا بتعرفوا وأنا بعرف إنه اللي عم بيتحمل الكلفة هن أكتر الناس فقراً بلبنان، أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة هن اللي عم يكلوها. بس تشيل وديعتك لتدفع قصة ابنك وتخسر فيها 60%، بتكون 30% من قيمة هيدي الوديعة راحت لجيبهم للكبار، للحيتان الكبيرة. نوصل لآخر نقطة، المحاسبة. ما في حل اقتصادي بلا ما نفتح التحقيق الجنائي لمصرف لبنان، نعرف مين سرق آخر 30 سنة ومين ربح أموال طائلة. القطاع المصرفي بلبنان ربح آخر 30 سنة مليارات من أكثر القطاعات المصرفية ربحاً بالعالم، وهلأ عم بيقولوا ما في مصاري؟
ايه ما في مصاري لان سرقتون وحاطينهم كلهم بسويسرا. هل فينا نعمل شيء؟ ايه فينا نعمل شيء. اهم شيء فوتوا على الفيسبوك لرابطة المودعين، انضموا للرابطة، خلينا نتنظم سياسيا وخلينا نبلش مظاهرات. هذا الخبز على مظاهرات امام المدعي العام المالي يلي ما عم يعمل شغله، امام القضاة يلي ما عم يشتغلوا. واذا كانوا القضاة خايفانين نحن بنحميكم لانه الشعب بيحميكم. اما النواب يلي قاعدين عم بيحكوا انه الازمه الماليه خارجه عن ايدهم، خارجه عن ايدهم لانكم مرتهنين، مرتهنين لطبقه سياسيه وطبقه مصرفيه سافله. مش صاير بتاريخ الأزمات المالية كمية السرقة اللي عم بتصير بلبنان. روحوا اسألوا صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي استحى يعمل اللي عم تعملوه انتو. عم بتشلحوا ناس صار لها مجمعة سيفينجز تبعها مدخراتها لمدة 20 سنة لتشتري شقة أو لتعلم ابنها. أنا وصلت لخياري، يعني بتعلم يا خيي. نقيت إنه خيي يكمل تعليمه. أنا تلميذ طب خالص، 3 سنين طب، مفروض موقع يعني هلا بالمستشفى. عم بشتغل عبرات بوزة. بدهم يجهلونا؟ لا، لحتى أولادهم يحكمونا؟ عم تخدون على بسعر الصرف بالسوق السوداء، عم تخدون منهم على 80% هيركت، عم تعملوا هيركت 80% indirect غير مباشر لأنكم جبنة. طلعوا قدام الشعب اللبناني وقولوا، خلون يحكوا، خلي كتلة حزب الله، كتلة الجنرال عون، كتلة سمير جعجع، كتلة الكتائب، كتلة الاشتراكي، خليهم كتلة المستقبل، خليهم يطلعوا يحكوا للناس كيف هن عم يحموا المصارف وهن عم بيدفعوا الناس لأنه ما عم بيقوموا بشغلهم بالبرلمان، ما عم بيعملوا كابيتال كنترول لو، ما عم بيفرضوا مساءلة حقيقية بلجنة المال والموازنة لا الخطة المالية للدولة اللبنانية. هذه الخطة خطة ساقطة، هذه خطة بتمثل عصابة المصارف. لازم وضروري على كل لبناني حاطط 1000 ليرة جوات المصارف اللبنانية انه ينضم سياسيا وينتظم. وبس احكي ينتظم سياسيا، بينتظم سياسيا على الحقوق يلي بيحميها الدستور والقانون. مش لمن تحكون عن اقتصاد حر بس انتو تكونوا عم تطرقوا المصاري، وبس توقع الخسارة منصير الكل عليها ان يتحمل الخسارة. لا حبيبي، انتو تحملوا الخسارة اللي انتو عملتوها. عم نقول لأصحاب المصارف سنأتي إليكم. المصارف اللبنانية لازم تعلن إفلاسها، ولازم بالمزاد العلني كل المودعين يلي ما عم بيقدروا ياكلوا ويسحبوا مصرياتهم لازم يتقاسموا سيارات مدراء المصارف وأملاكهم وكل الأملاك اللي اخدتها المصارف وأصولها ومعروفة وموجودة. والطبقة السياسية منقول شغلة، نحن جاهزين لحوار. إذا عندكم الحد الأدنى من الكرامة والشجاعة طلعوا على التلفزيون وخلينا نتجابه وجها لوجه، ولكنكم لا تملكون شيئا لأنكم مجموعة من الجبناء. ومش بس هيك، incompetent، مجموعة من الجبناء وغير قادرين. أنتم ما فيكم تديروا دكانة، فكيف بك تديروا أزمة مالية وبلد؟